لكن أبو بكر يعني عرضنا طبعاً مرافعة الفريق القانوني أو فريق المحامين الدوليين من جنوب أفريقيا الذين قدموا هذه الدعوة طبعاً مرافعاتهم المستمرة. هناك 6 مستشارين يعني وصلوا أو من فريق الدفاع الجنوب أفريقي في هذه المحاكمة أو هذه الجلسة. ماذا بعد هذه الاستراحة؟ من الذي سوف يكون من المتحدثين بالإضافة إلى الفريق الدفاع من جنوب أفريقيا؟ هل هناك مثلاً حديث من رئيسة المحكمة العدل الدولية الأمريكية، من عدد من القضاة الذين يبلغ عددهم 15 قاضيا في هذه المحكمة، أم ماذا سوف يتم بعد جلسة الاستراحة أبو بكر؟ سوف يواصل وفد جنوب افريقيا يعني الادلاء بافاداته وسرد مزيد من الادله على ممارسه فعل الاباده الجماعيه وعلى تثبيت نيه اسرائيل بممارسه ذلك. لا يتوقع ان تقوم او يقوم القضاه بالتعليق اليوم، خاصه وان الطرف الاخر في القضيه وهو اسرائيل لم يدلي بعد بتصريحاته، وهذا ما سوف يحدث غدا. اليوم هو ساعتين كاملتين للاستماع لوفد جنوب افريقيا. الوفد كما قلنا به قانونيون، ولكن الحديث على المستوى القانوني وعلى مستوى السياسي والإعلامي وحتى على المستوى العسكري سوف يستمر بقية أعضاء الوفد في سرد بقية الوقائع التي يرونها أدلة دامغة على ممارسة إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا ما سوف يتم بعد هذه الاستراحة عندما تستكمل مدة الساعتين من الجلسة الاستماع لكل الأدلة التي تأتي بها جنوب أفريقيا. إذا نتوقع مزيد من الأدلة، ربما مقاطع فيديو أخرى، ربما تصريحات أخرى واقتباسات لمسؤولين إسرائيليين، خاصة وأن خلال الأشهر الثلاثة الماضية هناك الكثير والكثير من هذه التصريحات التي ربما تحتاج جنوب أفريقيا إلى أكثر من مدة ساعتين لسرد معظمها أو أهمها أو أبرزها. لذلك ينتظر أو يتوقع مزيدا من الأدلة كما قلنا تأتي بها جنوب أفريقيا وفد جنوب أفريقيا القانوني لإثبات التهمة على إسرائيل، لأنه لن تكون هناك فرصة يوم غد لجنوب أفريقيا لعرض مزيد من الأدلة. يوم غد كما قلنا هو مخصص لإسرائيل للدفاع عن نفسها، لذلك تحاول جنوب أفريقيا يعني الاتيان بأكبر قدر ممكن من الأدلة الدامغة حتى تصعب مهمة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لا سيما في شقين. أولا النية، إثبات النية، لأن إسرائيل يعتقد أنها سوف تذهب بالدفع أنها لا تمتلك نية الإبادة الجماعية، ولها في ذلك أسباب سوف تأتي بها غدا، وهي بالأساس مرتكزة على أن إسرائيل تدافع عن نفسها في قطاع غزة وتستهدف منظمات مقاتلة ومسلحة هناك ولا تستهدف المجموعة الفلسطينية. هنا جنوب أفريقيا تحاول أن تثبت أن إسرائيل بتصريحات مسؤوليها الكبار تستهدف كل الشعب الفلسطيني، النساء والأطفال والرجال والجميع والبنية التحتية، وبالتالي هذا يدلل على نية إسرائيل الإبادة الجماعية. ثانيا تقول أن إسرائيل سوف تدافع عن ممارسات جيشها وتدعي أنها تحدد ممرات آمنة وأماكن آمنة يذهب إليها الفلسطينيون. لذلك ذهب جنوب أفريقيا وتذهب وسوف تذهب في خلال الساعة القادمة لتثبيت أن ما يحدث على الأرض وما يمارسه الجيش الإسرائيلي على الأرض يتعارض تماما مع التزامات إسرائيل بوقف منهجة الإبادة الجماعية، وأن الجيش الإسرائيلي يستهدف الكل الفلسطيني، السكان والبنية، بل وأن الثقافة الفلسطينية باتت مستهدفة، وأن حتى النساء الحوامل بتنا يمنعن من يعني عمليات الولادة بشكل سلس وطبيعي، وفي هذا استهداف للحاضنة الشعبية. وعلى ذكر الحاضنة الشعبية، قالت يعني قال الوفد الجنوب أفريقي أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أنهم يستهدفون الفصائل الفلسطينية والحاضنة الشعبية، وهؤلاء الذين شعروا بالسعادة لأحداث 7 أكتوبر، وأن كل شخص في قطاع غزة يعني مدني وغير مدني، مقاتل وغير مقاتل، كلهم أهداف، كلهم إرهابيون. هذا يدلل على أن النية موجودة للإبادة الجماعية في قطاع غزة، وأن هذه الرسائل وصلت إلى الجنود الإسرائيليين، وقد تبث وفد جنوب أفريقيا مقاطع مصورة لجنود إسرائيليين يحتفلون ويهتفون ويرددون شعارات أطلقها المسؤولون السياسيون والدينيون في إسرائيل، يقولون بضرورة قتل كل شخص في قطاع غزة، كل الفلسطينيين، لأنهم كلهم أعداء، بل حتى بعض المراجع الدينية تحدثت عن ضرورة قتل النساء والأطفال وحتى البهائم في قطاع غزة، ويجب إبادة قطاع غزة بشكل عام. هذا ما تستند عليه جنوب أفريقيا، وهذا ما سوف تستمر في الدفع به خلال الساعة القادمة.